يسوي يا اخو بس خليه يا ودي اوفا خربت يا ابوي اوفا خليه علوي خليه ما هو ما اريد كتله امشي ما في كتله وقتك السلام عليكم شو اخباركم اتمنى بخير رجعتيكم فيديو جديد اتمنى يعجبكم وياكم القروة علاوي اوكي يا ولد وبهذا الفيديو سابقا بالفيديوهات اذا تتذكرون الجن اليهودي طلب من عندنا نقتل الحراس على مود شنو يطينا عون وعلى مود نحصل على الكنز اليوم يا ولد راح نقتل واحد من الحراس تابعناه ولاحقناه وشفناه وين راح الحارس ابو البدله الخضراء اذا تعرفونه اكيد تعرفونه هذا الحارس اليوم راح نقتله ونتخلص منه راح يبقى عندنا بس هذا الحارس ويبقى عندنا الملك اذا قتلنا الحارس الملثم ابو البدله الخضراء راح نسيطر على الوضعيه راح يبقى حارس عندنا اللي لابس بدله سوداء وراح يبقى عندنا الملك راح نرجع وين نقتل الحارس اللي لابس البدله السوداء يبقى عندنا بس الملك نقتل الملك وناخذ الكنز ان شاء الله ما باقي شيء ونحصل على الكنز الصغير خليكم ويا الفيديو شوفوا شنو راح يصير بهاي الحلقه راح نقدر نقتل الحارس ابو البدله الخضراء او لا تابعوا الفيديو للنهايه وشوفوا شنو راح يصير ويانا ومنين اجى هذا وشنو هل هو بشر او جن او شبح او روح تابعوا نهايه الفيديو وضحت لكم شنو هذا من كتلناه شوفوا شنو صار من كتلناه اجينا نكشف اللثام على وجهه وشوفوا شنو طلع خليكم ويا الفيديو يا ولد ومشاهده ممتعه لا تنسى اللايك لا تنسى اللايك تيم القروه علاوي تيم اللايكات تيم جيش اللايكات حط لنا لايك واحد من الحراس شرد لهنا تدرون لي ها نلقاه هنا أنا بهاي الهيمه اذا شوف التلال ودا الملك على موت شنو يقتل عون وقبل لا يقتل عون احنا نقتله جايب وياي مسدس جايب وياي قامه طين قامه هاك احمد تعال في اشياء واجهه انت بوكسات انت ومحسن بوكسات انا عنده مسدس طابق احمد عنده قامه طابق ورب ضربت بيها تحصلي انت مو محسن تولو دق شلون ما كان اي والله بالطابق تشين شايف بالطابق اي احنا لو جايين بس خلنا نقدر يا ولد بس خلنا نقدر انا جبت اقوى اشخاص بتيم المافيا والله كفو ينسد يوم الظهر ليش ما جبت البقيه لان البقيه يخربون علينا ما يخلونا نكتله صح ولا لا قصدك يخافون لا ما يخافون جماعتنا زينين بس اذا اجوا يخربون علينا فاحنا اليوم جينا نكتله ونروح قبل لا يقتلعون اذا هسه تقله وين راح تلقاه تهسه يلا بس حاكينا هاي الهيم وين راح تلقاه يا اخوي ما نطلع من هذا ما نلقاه والله ما ادري يا اخوي شنو وين نلقاه موجود والله عمي ترى مكان كبير كلش بس انتم يا ولد شريد منكم بس امشوا هسه احنا اجينا من هناك كلها ما لقينا اكيد متاكد 100% راح نلقاه قدامنا هاي وحده الشغله الثانيه هذا الحارس من نقتله راح يبقى عندنا الملك وذاك الحارس هسه هو راح نقتل واحد احنا هذا الشرد ابو البدله الزرقاء ترى الشرد لا خضراء ابو السوداء مو ابو السوداء لا ابو الخضراء ابو الخضراء الشرد يا اخو بالبدله الخضراء الشرد ما ابو الخضراء الشرد ابو الخضراء المهم السوداء ابد ما بين اي ما هو والله فاحنا راح نقتل اخويا شفته شلون قوي اي بس ما بين شنو حركاته شفته قوانا على يومه من راح نقتله راح يبقى عندنا حارس واحد وملك ايه؟ راح نرجع نقتل الحارس يبقى حارس نقتله حلو راح نسيطر على الوضعيه اريد ان يبقى عندنا بس الملك اذا بقى عندنا الحارس الملكي بعد خدينا الكنز صح ولا لا هو راح يضعف واحد بس على عنده طريقه سمبل اي حمود سار طريقه كل واحد نقتله واحد احسن اي هو اكيد لكنهم ما نقدر لكنهم طبعا ما نقدر شوف. احنا اذا شفنا واحد شرد اللحقه ونقتله واحد احنا على ابواب مشايه حلو فلوس كلهم ما عندهم فنحاول ناخذ الكنز ونعذب هاي الزوار راح تجينا على اللاعبين. اكيد وانا ما اروح مشايه اذا ما ناخذ الكنز هم نعذب الزوار خوش هم ناخذ انا مصرف للزياره طبعا عليكي. يا اخوي مو بس مصرف كنز كبير كل شيء تلقى بيه انواع بلكي تنحصله قبل المشايه على الله تعبنا والله تعبنا يا ولد ان شاء الله نلقاه ما بقى شيء ونلقاه لا ما بقى شيء ما بقى هذا على هذا هاي التلال كمان تلقاه نروح ندور عليه هسه احنا خلينا نشوفه وين ونشوفه اقول لك احنا راح نحصل الكنز راح نحصل كنز والقناه بعدها ما طابه مليون مشترك تحكي صدق شلون بالله لازم تدخل مليون يلا والكنز عود انا ضام حصه بي على مو شنو اطل للمتابعين شوف. هديه مال مليون اذا احصل الكنز وما داخل مليون شطيهم والله ما اعطيهم كل شيء ما دخلونا مليون
خلال هاي السبع ايام ما قدرنا نوصل مليون. اي كنز بعد لا نطي من عده ولا نوصله. تصدق ما نصور نتابع لا وش السالفه؟ شو تريدهم؟ شو تريدهم يشتركون؟ يا باشتراك بس دوس ايش بيك؟ هو انت ما مشترك بالقناه هسه تطلع. والاخوان مشترك انا بالقناه انت ما مشترك بيه. ترى الاشتراك ما يسوي شيء. احمد شو ما يسوي شيء غير هو يصادك المليون. لا اقول لك هو لهم اقول لهم الاشتراك ما يسوي شيء من تشترك بالقناه. عمي اشترك بالقناه. انا ادري. ترى ما باقي شيء والله رقم بسيط. تقدر توصل لنا باقرب وقت يعني خل راح نروح لزياره خل نفرح به. هو اشتراك تغسل وجه كلام لحيوان تخلى حصل الكنز. عود والله انا ضام شكل ضام شويه من الكنز. اقول اول ما اوصل مليون اوزع للمتابعين شويه جوائز يستاهلون الصراحه. غير اذا لقيت الكنز وانا بعد ما اوصل مليون مشترك. شخص نسيت اسمع اللاوي اسمع علي محمد هيجي جاي يعلق لك هواي ومشترك في قناتك كل فيديو تنشره عليك الله دز لي اسمه بالانستغرام. هواي انا جاي اتابعهم التعليقات ذولا جاي هواي جاي يعلقون على كل فيديو يستاهل والله. اسمع علي محمد واحد اسمه سجاد محمد واحد مش اسمع له غير دز على شويه بس ابو علي على التعليقات دز حتى انشرهم حتى يستاهلون والله يستاهلون تذكرهم حبيبي اعطيهم هديه وانشرهم. هاي هي شويه بعد اقرا الاسماء 50 واحد نشر تدري الاولى شويه بعد اقرا الاسماء والفيديو الجاي اقرا الاسماء انا ظل اقرا بس الاسماء وجهنا واذكرهم وحق الله وحق الله اليوم بالفيديو شفته 50 واحد نشرت يستاهلون ليش اشتركوا بالقناه والله عم يستاهلون. عمي باقي مليون مشترك شلون نحصل الكنز واحنا ما داخلين تحت لا 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 الله ما عليك مليون متابع ندخل بهالايام داخلين ان شاء الله ما عليك ان شاء الله ما بقى والحفله الكبيره ان شاء الله ورا المشايخ ان شاء الله ان شاء الله يستاهلون يا اخوان صار لنا ساعه ندور عليك اجل ليش ما تخليني كنت لانا هو خلني قال خذ لو مكان شوفه بعيد وكبير هلا انا معتقد انك ذيك التله شايفه انا خايف من اقول لابد بيها يجوز غادي لان ترى هالمكان كله ماكو ويسمعون صوت بويا انا كنت لا يسمعون صوت لا ها لا جاي اسمع صوت انا غسل وجهك محسن وين تسمع صوت والله تغسل كذي وين تسمع صوت شو ما اسمع هي اسمع صوت على الهواء قريب عم سيارة والله سيارة يا خالد جاي اسمع صوت قريب لا بدي شو بعيد السيارة الخفة للوجه لا صوت قريب انت تغسل جاي اسمعنا شنو وينه بعيد هذيك انت ما ادري شنو اذانات كمان انا ما اسمع يو هذي 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 علوي شو رتو صور ارجع انا اقول لك اسمع صوت انت لا لا كذا اقول اذا انا متروس او صح حتى ما سمعته تحسد الخف الهلوي الاملاح كانت ما سمعت ام اذا انا كوسخه احمد احمد وضياء يانا 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 الله ارجع بالك دير بالك محسن ارجع بالك محسن لا يطقك عمي تباوع عليه طب يا ولي كذ كذ سمبل لا اجيبه اسحبها الله خليك تطلع علوي انا قلت لك محسن علوي لا خلنا كتله ما تجون خلنا كتله لا 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 جيبه مو هسه بركي سلم روحه بركي سلم روحه يا معودين لا خلنا كتله نتخلص منه لا شو ضعيف اليوم علاوي خلينا نشوفه غير وحده اريدك يطلع لا ما نكتله هسه بركي شو غليتك يسلم لنا روحه نشوفه شنو هو شوفه شبرت فيه شوفه لا امشي يا بس طين المسدس بس جيبه شو سوي يا خلص خليه يا عوفه خرب يا عوفه خليه معود معود ما اريدك كتله امشي ما تريد كتله ما اريدك كتله والله تعب بركي يسلم روحه اصبر كتله عمدك كتله يا اخو ما اريدك انت بركي يسلم روحه اصبر قبر هاي غير جاك علاوي شنو جانو واذا جانو اخر محسن شو وراه امشي امشي حاصروه حاصروه من هناك احمد تو نريد نكض احنا ما الكتله بساعه لا وين راح؟ والله ما ادري راح البكره قلت لك هاي التله كلها هذا وين رايح؟ ندري وين جاي يروح. ادري اريدكم تكضون الي لا ما ادري هاي البيد المطرخ قوية شوف خايف هو خايف شو وحده؟ ايه مو نفس الملك عفيف شوف شرد على التلال شوف قلت لك تلال يريد الملك ايش بيك يدور على الملك يريد الملك ينقله ما جاي ينقله الملك شوف وين راح؟ شوف هنا علاوي شو هاي؟ عفا لا عفا يريد عفا هو ما يقدر هو محصور هنا انحصر حصرة ايه؟ الكلاب لا ملك لا صاحب هذا الحارس وين يروح اليوم من عندنا وين يروح اليوم ما نهده لون كتله لون كضه لا هو نسيت شنو خايف رب الخايف ايش بيك شوف ما ادري ايش عنده صعد فوق ايه؟ وين تروح مثلا ما يقدر شوف لا ما يقدر ايه خايف هي بس هاي يا ولد اذا تقدرون خذوها من عنده بس انا اخذ علوم ثقيله هو صوت يا عاف الملك وهاي وشوفها صار بي يلا طبونا
يلا وينكم مو تقولون صباحنا؟ يلا طبوا لي. تريد نشوفه شو يسوي؟ ارجع احمد دبي. ويا احمد صعد له منا ومننا صعد له. ما اقدر ما اقدر. دبي. عطنا. لا هو غريع هو. اوف 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 اوف. يا اخو سكت كذي. ما اقدر يا سنبش محسن الله الله يطيعك. لا ما اقدر. الله يحفظكم. ما بيكم واحد فيلمه. ما بيكم فيلمه. اوقف. صح لو مو كظو مني دينا تجيبوه لهنا كظو مني ذا ذيك ضياء كظو مني هنا كظو شيلوه 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 جيبوه ورا يلا يلا عبالك ما انكظك وليك ابو الوسخ جيبها جيبها الطخماخ ماله جيبها هذا ما اقدر هاي الحديده جيبها لا تنشال تنشال صارت لان الملك كان الملك يطيها قوه تعال بس تعال وامشي شنو صارت سنبو بس شيل هاي انشالت هاي روح وشيلي يا الله تحصلي شيلي ان شاء الله جيبها جيبها لا وشيلي تحصلي هاي تعبتك صدق كذي يلا شنو تعبت نعمه غير ثقلاتها يا ابوي هسه هسه بروح من عندها القوه قويه تعال جيبها جيبها منها منها تعال منها منا منا تعال الله القوة مالتها حتروح علاوي امشي يلا سنبويل يا اخي ثقيلة والله ثقيلة يا اخو رايح القوة من عدة والله ما اشوف جبال تعال تخ تعال 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 امشي اصعد جيبوه انا هسه اعلم منه جيبوه جيبه ساعد سنبويل جيبه جيبوه بعد بعد قدام مو يفلت من عندكم ما يفلت هو رايح القوة من عنده رايحة لا انا معدي يفلت والله رايحة رايحة القوة مو اوه علوه لا تمشي بصفة شلون تخلونه يطقني بصفة كسر ظهري يا معودين خلا رجع طقتي خلا رجع لا مو هسه لا مو هسه مو هسه جيبه جيبه ما تفلت معدي شي فلتك ما تعرف مالي هو شي فلتك بعد شوف صورة الضيم جيبه ما يفلت ايش بيك لان الملك والحارس رايحه قوته كلها لا يفلت معدي الملك كان يطي قوه الجن اليهودي يطي قوه هسه كل شيء ما عنده عباله يقدر لنا ولك ولك ابطال تيم المافيا احنا الله الله خشنا خشنا يعني مو نفس ديانه خلوا لي اياه خلوا لي اياه الله راح ادفع له اوكي سمبل لا يشد من عندهم تعال كذا من هاي الصفحه سمبل راح ننزل شويه صلبوه هاي ها يلا كذوه وخر 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 راسك طق على لوت وقفه لوت وقفه لا هاي طق على طقه ما تجي بي وقتك هدا 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 عوف 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 هسه ضعف هسه من طقيته ضعف صح لو لا ليش ما نتخلص منهم هنتخلص منهم عم تعبنا شوفونا الضيم الضيم شوفونا غير يموت ما جاي يموت مات لا ما ميت بعدها ينفي ينفي لو طقه بعد وحده علاوي والله طقه بعد وحده لا لا هسه يموت شبيك هسه دمه يخلص شوفه يابا مات هذا علو بحركة الله راح اطق على الجرح ماله خليه ينتهي دوم خليه على الجرح ماله خليه يتعذب على عوفه
هاي التعب والاذيه كلها من وراه. اطقه بعد وحده؟ طق على بعد وحده. اخر احمد لا دور. اتش على وين؟ موت انتهى راح. لا لا وبعدي لا بعده وين تعوفه؟ وين تعوفه؟ خليه يموت. شنو تعوفه بكيفك؟ اكو صوت هنا. ماكو وين الصوت؟ سمع صوت والله. سمعت على سنبل. مر من يم ذان وراح. سمعته؟ ايه. شنو هذا؟ ما ادري. ياباني سمعته والله. بس ما ادري راح من بالي. ايش وين راح؟ ما ادري. خلينا نشوفه. صوتي ترى يخوف. ما سمعت انا. لا قليل. سمعت مرتي انا مرتي. سمعت اقل. اي والله. ها؟ سمعت قليل بس حاسس. شنو هذا؟ صوت مرعب. ها لو لين كتلته والله. والله لين كتلتي الارواح مالته هاي شبيه هاي الروح مالته خايف جاي تطلع ما ادري اسمع وين والله ما كنت كان لا وما تسوي ها بس شنو هذا الصوت يا اخي روحه يمكن هاي ايه صوت علاوي اول مره اسمع هي الصوت من الليل علاوي صوتي اسمع صوتي خوف اخذنا الليل الارواح تجي لها هسه قبل لا تجي الارواح ايه ان كتلك ونتخلص منه هلا وتتاكد يموت يلا نروح ونشوف وجهه شنو هو ومنين اجى هاي هي صح له لا هاي بس خاف وجهه بشع على هويتم نشوفه بس انا اعتقد بعد ما ميت ما ميت هلا ما تعلاوي شوف لك شوف وجهه تلقاه هسه بس خيسه بس ميت لا 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 نكشف وجهه شوف وجهه بس وجهه اوه خرب انه بعد عدل قام قام شنو بس كشف على الله وكشفه دورة عورك بس نوم ونوم بيروح بعدين كتب المسدس على عفاتي كتب المسدس على عفاتي فوقه فوقه شلون ما مات شلون ما مات بس اريد افتهم ايه ايه طلع وجهه احمد احمد خرب من دبوره قوم قوم احمد قوم هلو بعدي بعدي يا ابي شلون هاي ما ادري بشر والله بشر علاوي مالك محسن اوقف راحك تضايلكم لا بشر والله بشر انا اسك اشفانك 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 دبارك علاوي دبارك دبارك علاوي طلع مسدس بسرعة كذب قام ادير باكم مسدس علاوي ترى مو قوة والله ضعيف ضعف مسدسك علاوي يلا بس ضعف هو تدرون له لا دير بالك يا محسن ليش ما قتلته مسدس ليش؟ خلينا نشوفه ترى ضعف هو يا عمي مو قوي شلونك دباك احمد ما يقدر ما يقدر يا اخي والله علاوي يا اخي ضعيف والله ما يشتري اي ما يقدر والله شوف اخذ باسل وطرقه علاوي ما يقدر نرمي واخر واخر شرد مات علاوي اجت بي؟ ايه علاوي بي ف... مات بي بي ها؟ مات هذا ظهره شوفه؟ هاي اجت بظهره واخر واخر محسن راح اطقه المسدس ايش فيه طلقه راح افرغن براسه كلهم لو بعده والله بعده 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 اي ما جاي يموت واخره يا ولد هاي مات انتهى اوف علو خلنا نمشي بس شنو نرجع ذاك شوي بعد خوش بس شنو يا ولد ايه دمه لا ما بي دمه هواي ايه ودمه مو مثلنا احمر احمر هو غير جنة علو تحت صديق لو دمه اسود اسود شلون اسود صح جنة اسود هو اي مو صاير له هواي هنا شاوة صاير له هواي طبعا هذا شو اسمه روح او شبح بس على شكل بشر داخله بشر والله وجاي على شكل جماعتنا صار له هواي سبحان الله جاي على شكل جماعتنا الطلقه طقيتها براسه باوع ما طلع لنا دم هواي ايه بس باوع قليل كان ما ياكلون كان شو ياكلون يا ولد هسه هذا اذا نخليه هنا شو راح يصير جثته؟ لا عفوا تاكل الكلاب الظاهر هنا تاكل الكلاب خليه احسن هنا تاكل الكلاب احسن حبيبي هي روح راح تطلع منها تبقى بس الملابس والله ايش فيكم؟ بعد نعوف شوي نرجع؟ ايه هاي اذا حتى المنام يجيك قتلنا عفوا وذا جا هسه وذا جا المنام عفوا هو روح هسه راح تطلع منه الروح تبقى بس ملابسه هسه ايش عندنا؟ عندنا بقى الحارس اللابس اسود اللابس اسود ايه والملك مالهم لو اليوم كتلة لو باكر نرجع نجيب جماعة هسه خلينا نقتل بقى حارس لابس اسود لا هذا البكان الاخضر
الاسود وين تلقى مكانه؟ وين تلقى مكانه ذاك؟ نلقاه يمين. لا لا علاوه علاوه الراقبه الراقبه شلون منراقب هذا اليوم؟ شلون منراقب هذا؟ وطلع هم اللحظه فقعدنا بس هذا لابس اسود انشيله الملك مالهم سهل والملك لازم ذاك ابو الاسود نخلي واحد شوف دمه شوف شلون فاسد شوف ريحته تكتل نخلي واحد يراقبه ويقول لنا المهم هذا تخلصنا منه هسه نرجع احنا شنو؟ لاعبين لاعبين خابر الويت هسه يجون اي هسه شنو نجيب جماعتنا خابرهم انت خابرتهم بس علاوي سكته ما نطلع صوت نفس اليوميه الراقب ذاك احسن الثاني الراقب الثاني شنو عمس صار هالقد نحوس نفتر وراهم سنبيل بس شوف فرحه جماعتنا هسه طبعا يكون هذا مكتوب اي هسه يسوون حفله جاي يجون ويانا كل شيء ماكو لا كاتلين ما حد جماعتنا هسه يسوون حفله من عرفوا واحد انكتل خلنا نخلص من الثاني شفت الفرق؟ ايه ضعيف وين الملك ما ينقدر صح وين الملك شفته لو لا؟ كان وين الملك؟ ما ينقدر دوم قوي يعطيهم قوه الملك يعطيهم قوه هل ما واحد وحدهم؟ انت لاحظت فوق انت شفته انت لو لا قام يزحلق ويطيح لاحظت ما يقدر يطقنا قوه دوم ما عنده ايده ايده ما يقدر يرفعها الملك مطيهم قوه الملك مطيهم قوة يعني هذاك أبو الأسود هذا يم الملك ما نقدر نكتله إلا واحدة لازم ناخذه واحدة لون نشوف شو نسوي لكون واحدة نكتله هذا يم الملك ما نكتله لو يجي على الراقبة نفس ما راقبنا هذا اليوم واللحقة حتى لو نسوي خطة نخليه يطلع من الملك ونكتله تروح تخابر الويد لو تمر عليهم بالتيك توك واحنا نتانيك لو نروح سوا لا ما نروح نصلي علاوي يروح لا أحمد نروح نصلي ونتعشى ونطلع الملك ما نكتله راح نبقى هنا هنا للصبح الملك ما نكتله نهائيا منا لمن ناخذ الكنز اذا كتلنا الملك يعني الكنز ما راح ناخذه صح لو لا لو ما اظن تقدر تقتل الملك هسه اذا ما تخلص من الحراس تخلص من الحراس حتى الملك ورا احنا هسه المهم نقتل الحراس قتلنا واحد تخلص منه لا تشاو الجن اليهودي الجن اليهودي وعوفه تشاو راح نقتل الحراس قال نقتل الحراس الجن اليهودي قال لنا كتب الحراس يا اخي كحل شنو انت هسه مو راح تخلص من الحراس يبقى الجن اليهودي بعون حلو ايه. راح نكفه شلون ما كفانا محسن ايه. كم واحد جايبينا 12 واحد خوش سلبنا ايه. بيه وربطناه وحطيناه بالتيك تيك ايه. خبرنا الشيخ قبل اجي حرر محسن وكما رجع طبيعي شوفه عافيه طيب هو الجن اليهودي قال لنا قال لك تو الحراس لان انا متعاون وين الملك خلصه ما عليك خلصه عافيه هو الجن اليهودي قال لك تو الحراس كتلنا واحد بقى واحد هسه بقى واحد نتعب حتى لو الراقبه يلا الملك ما الايام او راجعنا بلا معالي شوف شايجوز هذا الجن اليهودي يضحك عليك ما يضحك لا يضحك علي اذا يضحك علي ما يقدر يقتل الحراس انا حكي حكي صحيح ضعفوا ضعفوا الحراس بدون الملك غير هسه ايش بكم انت عافيه حكي الجن اليهودي صحيح هذاك الحارس الملثم ما نقدر نقتله دايم من الملك الا واحده الراقبه نفس هذا ولا الراقبه وين يروح وين يكون واحد نقتله نستغله ونقتله هسه حنروح قبل نروح على الوليد ناخذهم ونرجع هلا شوف الريحه طلعت من هاي من القامه بخرها خذ اخرها شلون هاي هي هاي كتلنا بيها نبها نبها خطولي هاي لا تفيدنا نكتل بيها ذاك يعني هلا يلا نروح بعد يلا يلا المصور لا هو برا هذا ما هو بس شوف البخار على وين شنو هالبخار شنو كذا شنو لا 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 تركضون لا لا تركضون لا نوبا يقطع شنو هذه يا عمي غير هذه هذا بخار ولك شوف البخار يا عمي بس هذه هو هذه وين على والله ما لو ماكو اما غير هذا تعال بخار طلع شنو هذا يود روح البخار راح اي والله قرب معي شنو لا بس ايش قلت لكم بخار شوف الدين ايش قلت لكم مو روح لابسه ملابس يا ابي قلت لكم روح لابسه ملابس ما تصدقوني بس على والله ريحه قويه ايه قلت لكم هاي روح والله تنشال تنشال بروح تنشال خفيفه ناخذها ايه والله شنو زين سؤال اذا هي روح منين جابت هاي الملابس اذا الملك حقيقي بس يستحر ضر الارواح وجاب لهم الملابس الملك خويا بشر وذولا ارواح والله علاوي انا عقلي وقف من هالسالفه علاوي مشيت خلصنا منهم تحت صديق خليه يروح وذا هاكسون بنذني في دنا جيبهن 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 بعد ماكو غنائم اخو علاوي علاوي ملابسي ايش عم ذبوهن سنبل حتى وين ريحه ذبوهن وين اخذن نحللهن هذا فيدن ذن احمد ناخذن للشيخ الهاي يا شيخ والله شوف الريحه البيهن جيب نجيب لا عم يفيد اي والله شوفن بشر مو بشر اي والله والله صدق صح هاي مو لو بشر شبقة جثه هنا على قد فاد اخذوها لف اخذوها طبعا هاي الحذاء هم بيها شغله لان حتى الجن اليهودي تذكرون من نجي يلبسها صح لو لا ملاحظه ولا ملاحظه من نجي انا تدري شلون لاحظت لقيت بالتعليقات مكتوبة كاتبين هاي الحذاء الجن اليهودي لابسها شلون الحارس اللي لبسها صح والله والله الناس عبالها كذب احسن هاي قديلك الجن اليهودي من ودانا على الحراس وين السر وين السر شوف رجل طولها وين السر الجن اليهودي من ودانا على الحراس لابسها من قال كتلو الحراس تعالوا العون صح صح
كان لابسها والله هي لابسها هي لو هي لو ناخذ العلاوة كلها ناخذها خذها لو هي لو لا لا علاوي لو هي رجل فادي لا الحذاء خليها هي يصير باعولي الحذاء خليها هذول طلعوا شني طلعوا ارواح هم خفيفة هاي ويمكن الملك خفيفة دوم والله خويا الملك هذا بشر حقيقي وجايبهم وجايب لهم ملابس وجايب لهم مدني حتى شنو يدافعون على ارواحهم وهذول ارواح هذا الملك هذا بشر يحضر الارواح يمكن يجيب لنا روح ويلبسها ملابس صح لو لا صح صح حتى الملابس خذوها انا اخذن للشيخ اشوفها شنو الشيخ احمد اخذن للشيخ شوي يا بالحذاء لا حد ياخذ الحذاء خلوها لا حد ياخذ يلا يا ولد امشي يابا هاي شنو هاي لغه كبير هاي لا شكل تخلصنا الحمد لله الحمد لله تخلصنا بس يا اخي عقلي وقف علاو ماكو شغله حتى انا على حالك مو كنت اروح اذا جثه يا اخي علاو علاو نفس البخار وطلع هو شو هل قلت لك انا ما راح اقعد عايش ما شفته روح عنه هاي روح لو شو راح تتحمل ريحه ذني ريحه تقتل صار لاوي. سنين لعبس لا لا تطبهم للبيت قبل نطلع بين الشيخ للبيت للشيخ قبل خليهم يلا الشيخ علاوي ايه ونرجع نقتل هذا الحارس يلا